السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء كان طلب بديل للأوتوكاد، فقعدت أدور فلقيت بديل كويس سعره أقل من الأوتوكاد، سعره معقول، اسمه بريكسكاد، وأنا هحط الوكيل بتاعه في الرابط أسفل الفيديو لو حد عايز توصل معاه. زي ما أنت شايف الواجهة بتاعته سهلة جدا، لو أنت عايز ترسم هتلاقي مكان توم، عايز ترسم لاين مثلا أهوت تدوس انتر عشان تخرج من الأمر، عايز ترسم ارك مثلا بتبدا تشوف عايز ترسم بأي طريقه، ممكن تقول له ستارت سنتر اند، تختار الستارت بعد كده تختار السنتر بعد كده تختار الاند مثلا، الاند طبعا ممكن تبقى في اي مكان زي ما انت عايز، ممكن ترسم دايره، ممكن ترسم ريكتانجل اول نقطه مثلا واخر نقطه، وتقدر تكتب الاوامر. الواجهه بتاعته مشابهه للاوتوكاد، يعني اللي اتعود على شغل الاوتوكاد هيلاقي الواجهه سهله جدا. تقدر تعمل سيلكت وتقول له مثلا عايز موف، وتبدأ تحدد أول نقطة وتختار تاني نقطة بينقل لك الحاجة اللي أنت عايزها، ممكن تقول له أنا عايز مثلا كوبي وتبدأ تعلم على اللي أنت عايزه وتدوس إنتر وتختار إن أنت تعمل كوبي بالشكل دوت، ممكن تقول له أنا عايز أعمل ستريتش مثلا وتبدأ تحدد. يعني زي فكرة الأوتوكاد بالظبط، لو أنت شغال على الأوتوكاد هتحس إن أنا إيه بكرر نفس الكلام موجود في الأوتوكاد. تمام، تقدر تعمل دايمنشن مثلا من هنا، تختار مثلا الحاجة اللي انت عايز تعمل دايمنشن بتاعها اهو، تكتب لك الدايمنشن زي ما انت شايف. تقدر تدخل هنا تشوف الليارات وتعمل لير جديدة وتلغي اللير وتغير اسمها وتشغل اللير، ده انا بعمل كده اوف اللير اللي احنا كنا بنرسم عليها. تقدر تعمل بلوك او تعمل انسيرت للبلوك او تعمل اديت، او عايز تقيس مثلا ديستنس بين نقطتين مثلا، عايز تعمل اد سيلكتد، هتلاقي في قائمة انسيرت لو عايز تعمل انسيرت الصورة البي دي اف لأي حاجة من الحاجات ديت. وتقدر من فايل هنا تفتح ملف يكون دي دبليو جي او دي اكس اف، يعني ممكن تعمل امبورت لدي اكس اف او دي دبليو جي زي ما انت عايز. يعني تقدر تكمل شغل على لوح الاوتوكاد اللي عندك، تقدر تعمل امبورت للدي جي ان المايكرو ستيشن، الانوتيشن تقدر تعمل انوتيشن وكتابات زي ما انت عايز، تقدر تشغل براماتيك الفيو، تقدر تعمل زوم على اي حاجه انت عايزها، المانج تقدر تعمل اداره للشغل بتاعك، تقدر تعمل سكريبت تشتغل بيه، تقدر تصدر شغل بتاعك او تطبعه زي ما انت عايز، كولبريت. زي ما انت شايف الواجهة سهلة جدا، وأي حاجة بتعمل سيلكت بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها هنا، تقدر تعمل موديل ولاي أوت، فهو نسخة من الأوتوكاد.